لذلك أوجه رسالة إلى الشباب، أقول لكم يا شباب احذروا مما ينشر في الفيسبوك في الانترنت، الشكوك والشبهات تزرع بشكل خطير، تشوش على الناس إيمانهم خاصة الشباب، تشككهم في إيمانهم في شريعتهم في قرآنهم، فلنحذر ذاري وليش لعب في المراقب أواكين الإسلام كيش منها، ولا يجيب لك الآيات يقول لك لا لا هذا قرآن هذا، ولا يجيب لك السنة يقول لك البخاري ما كانش منه، صحيح البخاري موطأ لإمام مالك ما كانش منه، حذاري والله يا خوتي الله يحفظكم، هذه موجة اسمحوا لي نتاع الردة راهي تمشي، موجة إلحاد خطيرة، أي غر وسائل التواصل موجودة وسهلة زيك ولاش، إذا كفر كاش واحد في كاش منطقة ما نسمعوش بها أصلا درك، لا لا يكفر ثم نسمعو كاع، أو اللي ما تسمين طبعا يدخل في الفيسبوك يقول يا فلان أرى يقول لك ما كاش منها شكوك وشبهات، هذه ملاحظة اقرأوا تعلموا، هو يوميا نشهد كبار علماء الدنيا كبار فيزيك نوكليير في لاجيولوجي لاجيولوجي لاسترونومي في جميع يدخلون الإسلام، كبار العلماء تلقى 60 سنة من البحث والنظر وبعدين يقول لا إله إلا محمد رسول الله، يجي واحد يشوف 4 مينوت في اليوتيوب ومن بعد يقول لك هو بس العقل أخويا العزيز، هو ربي سبحانه قال في سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.